أحوالك شلونك؟ أستاذ طالب وصلت المواد؟ جبنا خرب فقده هذا جوين. كم بعد جن عزكم؟ عندنا ثلاثة وعندنا واحد عندنا موجود. يعني هذا ما تقل لبغداد؟ بس بغداد. بغداد؟ بس بغداد. أنا بلغت المهندس علي. قلت له أخويا كلش كلش حتى تجرون عمال. نزل المواد من السيارة. خذوا موادكم. نقص بالمواد الحياتية. وجبتم المواد من بغداد. المواد هسه وصلت. أنتم الكادر مال مالنا إلى وهسه يعمل على إكمال التصليح. ليش ما قدرتوا تصليح؟ وعازمين أنه لو تطول إلى ساعات متأخرة من الليل حتى تكملون هذا الخلل الموجود. أنتم بالموقع تحاولون تشغلون المشروع نسبة اللي راح يغطي هذا المشروع. حجر رفاعي للشارع. بس احنا كنا ويا الناس. بس يقول لك يجي الماي. بس يجي الماي احنا نرجع. اكيد زين. انا مع كلهم الجار. وكلهم لازم نوصلهم ماي. ان شاء الله. ان شاء الله تعالى هذا انجاز يعني. ان شاء الله سعيد. كبير جدا تجاهها لكم اليوم الناس تريد ترجع على مناطقها. والله انا اتمنى هسه على شكل مشاريع. اتمنى. بارك الله بكم. اتمنى سعيد. احنا قضية الماء ترى هي رقم واحد للناس. اكيد. وجود الماء معناته رجعة الناس، معناته الاستقرار، معناته الحياة. تطمن الناس انه وصل الماء. ان شاء الله تعالى هذا جهودكم يعني تشكرون عليها وهذا واجبكم وخدمه اهلكم. واليوم ايش قد ما عاد تتعبون انتم وتبذلون من جهد اجر. هو اجر عند الله عز وجل اولا. أجر. وايضا من اجل هاي الناس خطيه اللي تبهدلت بالمخيمات وتبهدلت والله. اليوم من خلال زيارتنا الميدانيه الى فرق الصيانه في دائره ماء نينوى وبعد جهودهم حقيقه كبيره اليوم سيتم إكمال الخلل الذي كان في الأنابيب الناقلة لمشروع مشيرفة القديم. هذا المشروع الذي سيغذي معظم مناطق الجانب الأيمن. نحن اليوم مع هذه اللجان والفرق الصيانة سيتم إن شاء الله تعالى خلال هذا اليوم الإكمال من تصليح هذا الأنبوب الناقل، ويبدأ إن شاء الله تعالى من يوم غد ضخ ما في هذا المشروع الذي سيغذي معظم مناطق الجانب الأيمن. نحن اليوم كحكومة محلية نقدم شكرنا إلى جميع مهندسين وفنيين والكوادر العاملة في مديرية ماء نينوى الأيمن الذين حقيقة يعني سيبقون إلى ساعات متأخرة من أجل إكمال الخلل الموجود في الأنبوب الناقل. نشكر عموم دائرة الماء، مدراء، مهندسين، عاملين، يعني الجهد كلش كبير والخسائر والتخريب كلش كبير. الموقع هذا موقع رئيسي، هذا الرجل المجاهد ابو هيثم طالع تقاعد قبل شهرين ثلاثه ولحد الان يشتغل بساعات متاخره من الليل. الحمد لله والشكر هاليوم ان شاء الله راح ينجز وعدنا مع مجموعه مالتهم راح ينجز هاليوم ضخ الى الاحياء النجار، الرفاعي، تموز، اصلاح الزراعي، اليرموك، المطاحن، حي زياده، موصل الجديده، وادي العين، وصولا الى وادي حجر. وادي حجر وصولا. هذا الرجل المجاهد هو وربعه جزاهم الله حمل خير، جدا ممنونين منهم. طبعا هذا لا يعني انه احنا يعني نعتذر انه ما نذكر اسماء، اسماء قليل يعني بلا شك كثير من المجاهدين خلال ثلاث اربع اشهر، خاصه منظومه الماء. منظومه الماء منظومه معقده لكون تحت الارض ليس فوق الارض كم الكهرباء. يعني انت يضخ الرجل كذا مره، يضخ بقوة يعني من مشاريع، إنما بعدين تطلع تكسرات من أثر تفجيرات، من أثر أمورات كثيرة. فالعمل مستمر، جهد ليل مع نهار إن شاء الله. وعدنا اليوم أبو هيثم مشكور جدا، اليوم راح يضخ الأحياء بمشيئة الله غدا يصعدها. نحن اليوم في آخر نقاط الإصلاح في الخط الناقل لمشروع الأيمن القديم، حيث قامت كوادر ماء نينوى جهود كبيرة في سبيل إصلاح هذه الخطوط، وإن شاء الله نزف البشرى لأهالينا في الموصل بأن الماء سوف يصل خلال هذين اليومين إلى أكثر من 80% من أيمن الموصل، وهذا إنجاز مدعاة إلى إخواننا النازحين في الساحل الأيسر وفي المناطق الأخرى بالعودة وإعادة الحياة إلى هذه المناطق. ونكرر شكرنا لكوادر ماء نينوى.